أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان درسنا اليوم: كيف تقاس المواد؟ في مادة العلوم للصف الثالث ابتدائي، وسيقدم محدثكم الأستاذ أحمد المقحم، فأهلا ومرحبا بكم. أعزائي، ماذا تتوقعون أن نتعلم اليوم؟ سنتعلم اليوم بإذن الله قياس المادة باستعمال أدوات قياس بالوحدات المعيارية. سنتعلم قياس المادة باستعمال أدوات قياس بالوحدات المعيارية. هيا بنا لنتعلم. سنتابع المشهد سويا ونطرح بعض التساؤلات. اصعد على الميزان لنقرأ كتلتك أيها الخربوط الجميل. كتلة خربوط تساوي 330 جراما. حسنا، عرفنا كيف نقيس الكتلة، فكيف نقيس الحجم؟ أتذكر أننا كنا نقيس حجم المكعب بطريقة حسابية بعد أن نضرب طول ضلعه 3 مرات ببعضها. معلوماتك مضبوطة، ولكن شكل جسمي غير منتظم، فكيف أقيسه يا فهمان؟ والله خربطتني وأنا خربوط. قلت لك أن تقيس حجمي لا أن تغرقني يا فهمان. حجمك هو 325 سنتيمترا مكعبا. يبدو أن الماء زاد من حجمي. عندما غمرتك في الأنبوب حل جسمك مكان الماء فارتفع بمقدار 325 سنتيمترا مكعبا، وهذا هو حجمك تماما. رغم أنني أشعر بالبرد بعد هذه الغطسة، إلا أنني سعيد بمعرفتي لطريقة حساب حجمي. عزيزي الطالب والطالبة، بعدما تابعت المشهد، هل تعرفت على طريقة قياس الكتلة والحجم؟ هيا لنتعرف أكثر. قياس المادة، هذه الصورة لبعض المواد: المدرج الزجاجي، الميزان، الشريط المتري. يمكن ملاحظة أو قياس المادة باستعمال أدوات القياس. هذه الأدوات هي أدوات قياس. كيف أقيس كل من الطول والحجم والكتلة؟ في الطول أستخدم الشريط المتري، وفي الحجم أستخدم المدرج الزجاجي، أما في الكتلة أستخدم الميزان. الطول، هذه أدوات نستخدمها في قياس الطول. عزيزي الطالب والطالبة، هل لديك مسطرة؟ استعملها في قياس الطول. لقياس الطول أستعمل أدوات قياس، منها المسطرة والشريط المتري. يقاس الطول بوحدة المتر، والمتر يساوي 100 سنتيمتر، ومية سنتي يساوي مترا واحدا. هل تعرف قياس الطول؟ تابع المشهد لتتعرف على طريقة قياس الطول. صباح الخير. صباح الخير زي. صباح الخير يا أبي. لقد أحضرت المسطرة التي أعطيتني إياها. أنا سعيد لأنها أعجبتك، وأنا أحضرت مسطرتي. هذا رائع. أحملها دائما، فأنا أستخدمها في عملي. أتعرف أنا لا أقص الخشب دون استخدامها. حقا؟ نعم. هيا سأريك الطريقة. حسنا.
تسمى المسافة بين كل رقمين بالسنتيمتر. سنتيمتر؟ نعم، هكذا نقيس طول الأشياء. حسنا، لنقيس قطر الوعاء، هو 11 سنتيمترا. أعجبتني المسطرة. بعدما تعرفنا على الطول وطريقة قياسه، ننتقل إلى الحجم. شاهد هذه الأدوات. هذه الأدوات نستخدمها في قياس الحجم، فالحجم هو مقدار الحيز الذي يشغله الجسم. هل تتذكرون في المشهد حينما استخدمنا المدرج لمعرفة الحجم؟ ووحدة قياس الحجم هي اللتر، ونستخدم الكؤوس والمخابر المدرجة. الكتلة، لقياس الكتلة أستعمل الميزان. هذا الميزان، تعرفون هذا الميزان؟ أحسنتم. هل استخدمت الميزان من قبل؟ وكذلك الميزان ذو الكفتين، تستخدم لقياس الكتلة. لقياس كتلة جسمك استعمل الميزان وتعرف عليها. كذلك حينما تشتري الخضروات يستعمل البائع الميزان ذو الكفتين أو الميزان الرقمي لكي يحدد كتلة البضاعة. وحدة قياس الكتلة الكيلو جرام، والكيلو جرام يساوي 1000 جرام. عزيزي الطالب والطالبة، هل تعرف كم كتلة جسمك؟ قف على الميزان وتعرف، ووحدة القياس هي الكيلو جرام. شاهد الصورة. حجم كرة الحديد مساويا لحجم كرة الخشب، لكن كتلة الحديد أكبر من الخشب، لماذا؟ هل تستطيع أن تجيب؟ تابع المشهد لتتعرف على الإجابة. الكرتان الأولى والثانية تبدوان متشابهتين، فهل لهما الحجم نفسه؟ وهل لهما الكتلة نفسها؟ إذن يا فهد، لابد أن نعرف حجم كل منهما ونتأكد. وكيف يكون ذلك؟ هل ترى هذا المخبار المدرج؟ سنضع فيه ماء ونغمر كل كرة على حدة ونرى. إذا أزاحت الكرتان مقدارا متساويا من الماء فهما متساويتان في الحجم، وإن اختلف ما تزيحه أي منهما عن الأخرى فهذا يعني أن حجمهما غير متساو. صحيح يا فهد، أنت مفكر ذكي. ماذا نرى يا فهد؟ أرى أن كل من الكرتين قد أزاحت نفس المقدار من الماء. وماذا نستنتج؟ أن الكرتين متساويتان في الحجم. أحسنت، لكن عندما أحمل كلا منهما أعرف أنهما لا تتساويان في الكتلة، وأعتقد أن بإمكاني أن أثبت ذلك باستخدام الميزان. ممتاز يا فهد، لكن هل تعرف لماذا؟ لست متأكدا، لكنني أعتقد أنهما من مادتين مختلفتين. هذا صحيح. هل تعرفت عزيزي الطالب والطالبة على سبب اختلاف كتلة الخشب عن كتلة الحديد؟ أحسنتم، نتابع سويا ونتعلم أيضا. لماذا يعد استخدام وحدات القياس المعيارية أمرا مهما؟
فوحدة الطول هي المتر، وكذلك وحدة قياس الحجم اللتر. أحسنتم. والكتلة، أحسنتم، وحدة قياس الكتلة الكيلوجرام. لماذا نستخدم المتر في الطول وكذلك اللتر في الحجم والكيلوجرام في الكتلة؟ لماذا يعد استخدام هذه الوحدات أمرا مهما؟ من يجيب؟ أحسنتم، لأنها موحدة ومعتمدة عالميا فلا نستطيع أن نبدلها. بعدما تعرفنا على طريقة قياس المادة وكذلك الطول ووحدة الطول والحجم وطريقة قياس الحجم ووحدة قياس الحجم، وكذلك تعرفنا على الكتلة وطريقة قياس الكتلة، نطرح عليكم بعض التساؤلات. ضع دائرة على الأداة التي تستعملها لقياس الطول. ماذا نستخدم؟ لدينا الشريط المتري والمدرج الزجاجي وكذلك الميزان. في الطول ماذا أستخدم؟ أحسنتم، استخدم الشريط المتري. نطرح تساؤل آخر، ما الأداة التي أستعملها لقياس الحجم؟ الشريط المتري، المدرج الزجاجي، أم الميزان؟ من يجيب؟ أحسنتم، إنه المدرج الزجاجي. التساؤل التالي، الأداة التي تستعمل لقياس الكتلة، أين الأداة التي نستخدمها لقياس الكتلة؟ أحسنتم، إنه الميزان. صل بين قياس المادة والوحدة المستخدمة فيها. لدينا المواد، الطول والحجم والكتلة، والوحدات اللتر والكيلوجرام والمتر. صل بين كل مادة ووحدة قياسها. أولا، وحدة قياس الطول ما هي؟ أحسنت، إنها المتر. ثانيا، وحدة قياس الحجم ما هي؟ هل هي اللتر أم الكيلوجرام؟ أحسنتم، إنها اللتر. أخيرا، وحدة قياس الكتلة، أحسنت، الكيلو جرام. عزيزي الطالب والطالبة، ماذا تعلمنا اليوم؟ من يتذكر؟ هيا لنتذكر سويا. تعلمنا اليوم قياس المادة وطريقة قياسها، وتعلمنا الطول وأداة الأداة المستخدمة في قياس الطول، وكذلك الحجم وطريقة قياس الحجم ووحدته اللتر، وكذلك الكتلة وطريقة قياس الكتلة بالميزان ووحدة قياس الكتلة الكيلو جرام. ختاما، عزيزي الطالب والطالبة، آمل أن أكون وفقت في تقديم ما يفيدكم، على أمل اللقاء في درس قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.